يعني اكيد لعيبه النادي الاهلي فرحانه ومبسوطه، من حقكم تفرحوا ما دام انبسطتوا، جمهوركم انبسطوا وافرحوا ورقصوا. والحقيقه يعني هي دي كره القدم، متعه ما بعدها متعه، مجرد فقط لما تحصل على بطوله وتكتب اسمك الحقيقه في التاريخ، تحصل على بطوله وتسعد جماهيرك، دي امور كتير جدا بتبقى يعني في ذهن اللعيبه الحقيقه. وبالتالي من حقهم ان هم يفرحوا، من حقهم ان هم ينبسطوا، الجمهور يكمل فرحته طبعا الصبح ان شاء الله، كده دايما تبقى الافراح مستمره. شفنا هي ما بعد المباراه والجمهور هو سعيد، تسليم الجوائز وهو بشكل جميل، كابتن محمود الخطيب موجود، رئيس النادي الاهلي، رئيس الاتحاد الافريقي، مع الوزير دكتور اشرف صبحي، رئيس نادي الترجي التونسي، والشكل الرائع الحقيقه في تسليم الجوائز، والنظام اللي كان متواجد الحقيقه في تسليم الجوائز كان اكتر من رائع اليوم الحقيقه. طيب كباتن هنكمل